مرحبا المنورين منورات، ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. جيتكم كنهضر على واحد الموضوع اللي شحال من بونه باغي نهضر عليه وما ما لقيتلوش الوقت، وتطرح لي مؤخرا، طرحت لي مؤخرا مع الحصص العلاج، هو على التربيه الجنسيه امتى بداوها عند الاطفال. السؤال غريب ومبطو كيضحك، لان خاصني نسول سؤال اخر. واش عند الامهات والاباء التربيه الجنسيه بعدا؟ باش يسولوني واش نعطيها للاطفال ديالي؟ يعني سمحوا لي، جاني ان فوخيخ، لان ميمكن ليش انا جو ترونسمي كلك شوز ا مون انفون، يعني انا نعطي مون انفون نشرح له شي حاجه اللي انا اصلا عندي فيها عيب وعار وحرام وما قريتش عليها، وكتبان لي بقى طابو، يعني ما قادراش نزيد نفهمها ونتفهمها. ما يمكنش. اذا حتى نبدا بالامهات والاباء، لان ما ملي كنا صغار عيب عار حرام، ما تشوفي هنا، ما تقيسي هنا، طلعي كسوتك، جمعي رجليك، ما ديريش هادي، ما ديريش هادي، عندك فعال ترك. خلونا هذيك لاباري جينيتال اللي هي الجهاز التناسلي، خلاوه بحال بعو فريمون، لدرجه ان البنات ملي وصلوا لسن ديال الحيض سحب لهم راسهم مجروحين، سحب لهم راسهم، داروا شي حاجه خايبه، ما عارفينش حتى شنو عندهم، ما عارفينش حتى دم الحيض ملي كينزل، لان البنت كتحيض ابارتيغ دو نافا، يعني من 9 سنين تقدر تحيض، 9 سنين، 10 سنين، 11 عام، على حساب العائلات. مي باقا صغيره، 9 سنين باقا صغيره، 10 سنين باقا صغيره، حتى 12 عام باقا صغيره، ولكن ما عارفه والو، ما عارفه لا كيدير لا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هذاك الجهاز بحال اللي حطوا عليه واحد شي حاجه كحله، ميكا كحله، ولا شي حاجه كحله، ما تقربش، حضر، ما تقربش لهذيك البلاصه، حتى لدرجة ان كبروا ناس وتزوجوا ولا عندهم مشاكل جنسية من جراء المعتقدات ومن جراء شنو وقع لهم في الصغر على ود داير بهذيك المنطقة. في حين ان هذيك الجهاز بحاله بحال اي جهاز فوق الارض، يعني في الجسم ديالنا المادي. بحالاش كون جينا لولادنا من واحد الطريق، جا ولدك ديال 4 سنين 5 سنين، حيت هادشي من هنا كيبدا. هتقولوا لي بكري مري، ما نقول لكم لا، حيت اون فوا شتي العقل ملي كيكون كيزن وباغي يعرف، ملي كيعرف تيرتاح. الا خبيتي على العقل كيبقى يزن، وملي كيزن كيمشي يقلب طرق غير شرعيه، سي كوم سا. باغ كونطخ الا جا عندك ولدك وسولك ورديتي عليه بكلمات صريحه، كل كلمه في بلاصتها، العقل ديالو غيهدن وغيكمل الطريقه ديالو، وحتى ملي غيكبر غادي يعاود يجي لي غيعلمو اكثر ويعلمو اكثر وغادي. لكن الا مشيتو عيب عار، شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ هادشي ماشي قدك، حشومه، علاش تتسول في هادشي؟ شكون اللي جبد لك هادشي هذا؟ وفين شتي هادشي هذا؟ الا بقيتو هكايا غتخلقوا حجاب على هذيك البلاصه، لدرجه ان غتخرجوا ناس معقدين في العيش الجنسي مع الازواج ديالهم. وهذا الشيء اللي وقع في 90% من العائلات العربيه بالتجربه في حصص العلاج، وبالتجربه بزاف ديال الدورات اللي دخلتهم مع مدربين اخرين. اوكي، حيت هذيك المنطقه كما نعاود نكرر، جهاز تناسلي هو جهاز من اجهزه الجسم المادي. اذا الطفل ملي كيكون صغير وفي مراحل تغيير الطفل، مراحل نمو الطفل، كاينه واحد المرحله كيقلب فيها اكتشاف الجسم ديالو. كتلقاو الوليدات الصغار او البنيتات كتحطوهم في البانيو كيبقاو يقلبوا في الجسم ديالهم، كيطلوا كيشوفوا شنو كاين، عادي، هذيك مرحله من مراحل الصغر، ويقدروا كاع يطلعوا على اللي حداهم، اخوهم، اختهم، عادي،
محدهم صغيور يقل من 7 سنين، داكشي عادي كاينه في مرحله التغيير. لانه هذوك ملي كان حيت حنا عايشين في الامازون، كلشي عريان وكلشي كيشوف بعضياته، عندهم داكشي عادي. لا، حنا عايشين في مجتمعات كيلبسوا فيهم حوايج، كيلبسوا فيهم كيلوطات، اذا ولا بدا داكشي كيكون مخبي. ملي كيكون مخبي ما تيتعرش، حتى ملي كتعرى الام قدام ولادها او الاب يتعرى قدام بلادو، كنبقاو العوره من الجهه ديال الجهه التناسلي كيبقى دائما مخبي. اذا في اغلبيه الاحيان ما كيعرفوش الدراري داكشي اللي مخبي شنو وراه. اذا هما ملي تيبداو يكبروا وتتحطوهم في البانيو باش يغسلوا، كتحيدوا لهم كلشي ديالهم. اذا كيبداو يقولوا اه بحال شي حاجه كيديكوفريوا، عادي داكشي عادي، الاكتشافات كلها عاديه. وكيخشيو هنايا لان تيشوفوا هذه تقبه، وخصوصا ملي كيكونوا صغيورين هذه تقبه هذه تقبه، كيشوفوا البوط حشاكم في تقبه، عادي عادي عادي. بارفوا كاع كيشدو يديهم يبقاو خشوا فمهم. هادو اكتشافات ديال انا عندي جسمي، وكان وكنقيسو وكنكتشف شنو فيه، شي بلايص مخبيين شي حاجه انا ما عارفاهاش، شي حاجه نورمال. اللي ما الطفل اللي ما تيديرش هكايا راه معقد، غيكبر معقد، ما غيعرف لا لو كور ديالو، وحتى ملي يدخل في علاقه جنسيه سويه ما غيقدرش يكون سويه. علاش؟ حيت اصلا ما عارفش الجسم ديالو، ما عارفش الاحتياجات الجسم ديالو، اذا الاخر ما غيلبيلوش الرغبات ديالو. لان ملي غنكون انا عارفه شنو باغا، اللي قدامي غنقول له شنو يدير ليا. اما ملي ما نكونش عارفه شنو باغا وما عارفاش انا شنو عندي كاع، لا المناطق الحساسه لا المناطق الجنسيه، ما عارفه حتى شي حاجه انا، اذا كيفاش غنتخونسمي الميساج لوليداتي؟ فهمتوني؟ اذا نعاود نرجع لاباغي جينيتال اللي هو لاباغي سيكسويل، ولا لاباغي جينيتال كنقولوا لها، اللي هي الجهاز التناسلي. الجهاز التناسلي بحالو بحال الجهاز الهضمي، بحالو بحال الجهاز الصدري، بحالو بحال الجهاز العصبي. الا مشيتو مع وليداتكم على ان الجسم فيه اجهزه، وكل جهاز شد وشاف وخدامين فيه وتحت منه اعضاء، ما تنظنش غادي ياخذوا المساله بحشومه وعيب وعار وحرام وغنحطوا حجاب كحل في هذيك البلاصه ونبقاو كن. لا، كاين الدوره الدمويه، كاين فيت، كاين وهادشي كله سبحان الله. راه كاين المكياس اللي تاتين فوا لا في، عرفتوا دوك المكياس كيشرحوا شنو كاين في قلب الجسم. كاينين كتب، كاينين قصص، كاينين دي زيميسيون بزاف في العالم، بالفرنسيه بالعربيه بلغات اخرى بالانجليزيه. ممكن نوريوهم هادشي من الصغر بشويه بشويه، حيت خصكم تعرفوا واحد القضيه، فرق ما بين لا سيكسولوجي كعلم محترم كيعلمنا الجسم ديالنا من الجهاز التناسلي والجنسي كيفاش يخدم، وفرق ما بين البورنوغرافي اللي هو علم ما علم ما توحشها، شي حاجه تجاريه عندها علاقه بتجاره الاعضاء وتجاره الاجسام والدعاره، هذا بوحدو. ولكن لا سيكسولوجي علم موثق، خديت فيه انا شهادات في الاول ودرست فيه وما خليت ما درت، حيت كنتعلموا فيه بزاف د الحوايج اللي كانوا طابو مسدودين دايرين عليهم حجاب اسود. وللاسف كنقولها وكنعاود وغنقول لكم واحد السر، اقسم بالله في هذه القضيه ديال لي ثيرابي، كاين كما قلت لكم كاين 90% ديال لي فواي عائلات ازواج اغلبيه المشاكل ديالهم ماشي مشاكل ماليه، ماشي مشاكل مع الدراري، ماشي مشاكل صحيه، لا مشاكل جنسيه وراكب فوق من هذاك الشيء الاخر. وهذه ان شاء الله يا ربي يعطيني الجهد والوقت باش نخرج نشرح لكم اكثر، لان مشاكل كثيره كترتب على هذا الشيء هذا، وجاي من معتقدات وجاي من طابوهات وجاي من بزاف د الحوايج، لدرجه ان قليل عندنا ناس كيخرجوا بخبرتهم كيهضروا على هذا الموضوع وتعلموا الامهات والاباء. وما عندناش حنا امتحانات في هذا الشيء، وما عندناش دروس في هذا الشيء، وما عندناش سيرتيفيكات في هذا الشيء باش حنا نتعلموا ونزيدوا. العلم نور، كل ما عرفنا كل ما فهمنا كل ما فرحنا، كل ما وصلنا حنا للشهوه ديالنا، وكل ما بزاف د الحوايج، كل ما احترمنا داك لاباغاي هذيك الجهاز احترمناه وعطيناه قيمه ديالو بحال لاباغاي بحال السدر. واش السدر كيقول لك مثلا كتقول لك ماماك عندك لبسي سدي راه غيضربك البرد، مي كتمرض كندهنو هنا، حيت هذا الجهاز غنتهلاو فيه. الجهاز الهضمي ما خصناش ناكلو اي حاجه، ما خصناش ندخلو اي حاجه، اذا غنتهلاو فيه. اذا حتى الجهاز التناسلي حتى هو غنتهلاو فيه بالتنظيف وبالنقاء وبزاف د الحوايج غنتعلموهم وغادي نفهموهم. الوغ ملي نجي نبدا مع وليداتنا غناخدو قصص في المستوى ديالهم، ما فيش بنادم حي، فيه رسوم،
فيه دي ترونش، يعني كنقولوا حنايا اون كوب ديال الكوغ يعني، وغادي نديرو لهم على اساس اننا كنشرح لهم لاناتومي دو كوغ، يعني الجسم من ماذا مكون. غنبقاو غاديين معاهم دقه بدقه، اون فوا كتشرحوها لهم مره واحده في حياتكم، وهذه عن تجربه درتها مع بنتي ودرتها مع ولدي ودرتها معايا ماما، الكلمات في بلاصتهم، البينيس بينيس، لو فاجان فاجان، يعني العضو الذكري عضو ذكري، الرحم رحم، الفرج فرج، يعني كل كلمه ماشي زيزي ماشي خخي ماشي زوزو، لا كل كلمه في بلاصتها، لان حنايا كنهضروا على جهاز، ما كنهضروش على مشكله، ما كنهضروش على عيب وحرام. حنا مازال ما وصلنا لعيب وحرام، عيب وحرام تيكبروا الدراري وغنشوفوا العيب وحرام، حنايا باقيين في الصغر كنهضروا مع 4 سنين، نتوما العيب وحرام كتجيبوه وكتحطوه في 4 سنين، 4 سنين مازال ما حلش عينو، لا على جنس، لا على علاقه زوجيه، لا على علاقه غراميه، لا على علاقه حرام، ما عارفينش هذا الشيء، نتوما اللي كتدخلوهم، التربيه هي اللي كتدخل هذا الشيء، الا بقات غادا كتخلط ما بين الامور. حنايا عندنا ربي عطانا امانه اللي هي مركبه روح، هذا الجسم امانه عندنا من بين الامانات، اوكي، هذا الجسم الا ما تهليناش فيه وفهمناه وعرفناه غادي نعطيه، ما نعطيهوش حقه ولا ما عطيناهش حقه، الروح اللي فيه اللي دايره بيه اللي دخل بيه ما غاديش تكون مرتاحه. هذاك الشيء علاش خصنا نعرفوه منين مكون، فين هما المناطق الحساسه، فين هما المناطق هذا، ملي كيمرض ملي كيعيا، خصنا ديما اونيكوت دو سون كور، كنقولوا ليكوت دو كور يعني استمع الى جسمي، افهم جسمي، اعرف كل مناطق جسمي. انا ما عارفاش حتى الجسم ديالي، ما عارفاش النفس ديالي، ما عارفاش العقل ديالي، باغا نزيد كي باغا نزيدو، عاد تقولوا لي ولادنا ولادنا راه العكاس ديالنا حنايا. هذاك الشيء علاش شدتني الضحكه في الاول، لان غادي تقولوا لي امري امتى نبدا نشرح لولدي داك الشيء، هو شرحي على راسك بعدا، سمحي لي قريتي على هذا الموضوع، قريتي على هذا المجال، جميل جدا هذا المجال، يعني يعني من بين المجالات اللي درستهم في 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 طاقة روحانية عالية، في اتصال روحاني بالله عز وجل بزاف، لأن هذاك الجهاز هو جهاز الخلق، يعني كنفعلوا به اسم الله الخالق، يعني كتوليو نتوما الله في كي كنقولوا لها في امتداد الله فوق الأرض، لأنكم كتفعلوا أعظم أسماء الله الحسنى اللي هي الخلق، والمرأة أكثر، الرجل بيان سيغ اللي ما عطاهاش السبيرماتوزويد اللي هو هذا اللي كيعطيه الرجل، ما قدرش لقاه بالعربيه ما غيمكنش دير الخلق ديالها. اذا بجوجنا كنديروا عمليه الخلق وكنفعلوا اسم الله الخالق، ومن غير هذا الشيء في الطاقه، في علم الطاقه تعلمنا بزاف د الحوايج خطيره في الاتصال، كنفعلوا وكنفعلوا طاقه الله معانا في الجنس. يعني المهم هذا موضوع اخر ان شاء الله يا ربي نخرج ونقدر نهضر عليه، لان شي حاجه زوينه بزاف. نبقاو مع الدراري، كل ما بقينا مع الاطفال ديالنا في الجسم المادي ديالهم اللي هو امانه وعطاها لهم ربي، وخصهم يعرفوا شنو فيه، هذا جهاز تناسلي، هذا جهاز هضمي، هذا مخ، هذا اعصاب، هذا سكوليت، هذا يد، هذه رجل، هذا صبعان، هادو شعر، هذا مسكل عضلات، هادو هذا، كل ما بقينا معاهم في هذا الشيء هذا كندخلوا في الطب، كندخلوا في الاناتومي، كندخلوا في التشريح، كندخلوا في الجسم المادي فقط. اذا كل ما بسطنا الامور كل ما وليداتنا كيطلعوا ماشي معقدين، كل ما عقدنا الامور كل ما كيطلعوا معقدين كيمشيو يديروا فضايح، وحنايا ما بغيناهمش يديروا داكشي، حنا بغيناهم يكونوا اسوياء ويدخلوا في علاقات زواجيه حلال اسوياء، ويتمتعوا اسوياء، ويمتعوا رجالهم وعيالاتهم اسوياء، ماشي يبقاو معقدين. وكنقولها لكم وكنعاود 90% مشاكل راكبه من هذا الشيء هذا، واللي غيسمعني راه يعرف علاش كنهضر، واي مشكله راكبه على هذا الشيء هذا، لان هازين معنا طابويات وهازين معنا معتقدات بزاف. اوكي، قراو العلم نور، وملي كنقراو تنتفتحوا وكنوليو نعرفوا حنا نفهموا، وبارفو ما كتقدرش فهم. قلت الو هذه المساله هذه ممكن تشرحها لولادكم مره واحده في حياتهم في الصغر كافيه، هذاك العقل اللي كيطير ديالهم والفضول ديالهم غادي يبرد، حيت غتشرح لهم كلشي
ما كاينش علاش، لا غير تكونوا جالسين في شي جلسه يجلسوا يسولوا الناس، ولا غادي يقلبوا عليها في التلفزيونات والشاشات، ودابا كلشي محلول، يعني الا ما شرحت لهمش غيمشيو يقلبوا، ولا قلبوا غيقلبوا على الغلط، غادي يمشيو للجهه ديال البورنوغرافي. وحنا ماشي هادشي اللي بغينا، حنا بغيناهم يشوفوا يدخلوا من العلم ديال الجهاز، الاجهزه والجسم المادي والاناتومي والتشريح المادي، صافي هادشي اللي بغينا. بغينا نبقاو غير في هادشي في الصغر، ملي يزيدوا الناس يكبروا ديك الساعات يتعلموا خلاص راه الطبيعيات والعلوم الطبيعيه، وداك الشيء ملي كيطلعوا الناس للثانوي راه داك الشيء تيولي عادي، وتيدخلوا معاهم في شي حوايج اخرين بلو بروفون. كيكون داك الساعات المراهق عنده 14 عام 15 عام راه كبر ولا عارف كلشي، اما دابا راه دابا 7 سنين راه ولاو عارفين كلشي، لان هذا الشيء ديال الانترنيت راه خطير جدا. اللهم انا نوجه ولدي ونحبس له داك الزن ديال العقل ديالو، الدراجه الناريه اللي باغا تجاوب عليه، حيت الا ما جاوبتوش على اسئله غيجاوبهم شي واحد اخر، وغيجاوبهم بطريقه اخرى، غيقلبوا في الشاشات، غيقلبوا في الانترنيت، غيقلبوا في ما بغيتو، غياخذوا داك الشيء غلط. اللهم نعطيهم الصح وكل كلمه في بلاصتها كما قلت لكم، وتشرحوا كل شيء. كي كنديروا نولدوا وليدات، ماشي كان العصفوره كطير وداك التخربيق ديالكم، لا لا لا، كنقول لهم كل شيء صريح صريح في ان كادر. اللي عنده اسلام غيقول كادر اسلاميك، اللي عنده ديانه اخرى غيدير القيم ديالو والديانه ديالو. دونك غنديروا ان كادر، اوكي، داكشي كيكون في زواج مقنن، فهادشي غنديروا الكادر الاطار، ما حدنا ندير الاطار ما كاين حتى شي مشكل، قولوا اللي بغيتوا، ولكن شرحوا الكلمات في المواضيع ديالهم، ما تبقاوش داك ميمي خيخي زيزي زمر، لا، هذاك الشيء باسل. الولاد ديالنا ولاو اذكياء بزاف، وهما اذكياء بزاف، اذا داك الشيء كله حيدوه من القاموس ديالكم، هضروا مع ناس، هضروا مع اطفال اذكياء، عندهم ذكاء عالي، عندهم روحانيه عاليه، عندهم فطره عاليه، عندهم كل شيء عالي، هما غير جايين كيتذكروا كيسولوكم اسئله للتذكير الارواح ديالهم فقط. اذا الكلمات في المواضيع ديالها ندخلوا من الاناتومي عفاكم، وسيروا قراو على هذا المجال، راه زوين بزاف 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 بزاف، وفيه ما يتقال وفيه ما يتشاف وفيه ما يتعاش، لانه مبني على اساس كبير، لان العلاقه الزوجيه مش فيها غير الاولاد، لان ولدتي واحد او ولدتي 10 واحد الساعه كتحبسي الانجاب سالينا، اوكي، ومن بعد وما بين الانجاب كاينه علاقه زوجيه، علاقه حميميه، كاينه علاقه جنسيه خاصها تكون سويه وتكون فيها كاع الفرص اللي كاينين. المهم هاد الدومين انا تحمق عليه وزوين بزاف، لان كيغير الطاقه، كيتصل بالرحمن، كنفعلوا اسماء الله الحسنى فيها، كنفهموا علاش عايشين، كاينه متعه، كاين فرح، كاين بزاف في الكوبل كيكون، لان الكوبل ملي كيكون بحال هكا كيكون متوازن، كيكون فرحان، كلشي كلشي عاجبو الحال، وكلشي خادي اللي بغا، وكلشي هو هذاك، بلا شي حد مضغوط، بلا شي حد بزز عليه، بلا شي حد حرح شمال، بلا شي حد ما راضيش، بلا شي حد ما عرفت شنو، بلا شي حد راجعين عليه الجروح ديالو ديال الصغر كلهم، باذن الرحمن. ان شاء الله تكونوا في حب وامان، ان شاء الله تكون حياتكم في اتزان وتوازن، وتكونوا اسوياء باذن الرحمن، وربي دائما يفعل معكم اسماء الله الحسنى يا رب العالمين. تنبغيكم بزاف.